السلام عليكم سيدي ورحمة الله الإخوان الإخواتي. هذا هو صاحبي حمو دواري غرمو في الله نمشي خطاق نشا الجماعة ويزارت عمل ميسوري قليم بولمان راه تحت للدار بالزنزال خيرات الله هاد الشي اللهم تشي ولا كتار سيدنا الله ينصره راه تحت للدار جا سعادة القايد شافها وصورها ما داهاش فيا كاع قال لك نريب وما عطانيش عطيه والله قلت له سعادة القايد عاوني غير بالقيطون تجمع لي الخزين ديالي وهذا الشيء هانتوما كتشوفوا الحاله ديالي وما بقاش فيا الدار اللي طايحه بقاو فيا ولادي وسعادة العامل ديال ميسور علاش ديال ميدالت خرج في ساعته لين مل عاونهم وبكى معاهم وتخلع معاهم العامل ديال سعادة العامل ديال ميسور علاش ما جاش ميساج ديال سيدنا هو اللي بقى فيا انا ما بقاش فيا انا العاطي هو الله ما يعطيونيش العاطي هو الله غير يتوقع الحاله ديالي عندي 9 النفوس بالمراه 10 انا 11 اللي بقى فيا انا ما بقاش فيا الدار الله غادي يخلفها الى حييت راه كانت من الله ومن المسؤولين غيتوني غير بالقيطون نستر بها ولاداتي من السمره راه حنا منا الله منا السمره حتى الفراش ما كيكفيناش ايوا راه هنا داركم هانتوما كتشوفوا الحاله ديالي ها المراه ديالي ها ولدي الصغير الاخرين ها هما كيقراو صافي ها يا قلان لا تطلب خزي المسؤولين هادي عاون راه لا اله الا الله هاد الشيء قدر الله ولا اني عاونونا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدي محمد السادس ويعاون اللي كيعاونوا راه هاد الشيء الريح وهذا الشيء كل شيء والسمره كطيح علينا ولادي خلاو راه الفراش راه القياطن موجود عند الدوله الحمد لله الله ينصر سيدنا راه لا اله الا الله محمد رسول الله انتم كتشوفوا الحاله ديالي وانا بالله الشرع اموت ديالي تبع المسؤولين راه لا اله الا الله عطا الله راه الدار مشاو لي 5 البيوت مشاو ضاحيه لصدر ربي قال لك سعادة القايد ريبهم وجلس في الخزانه واش انا كندير الفيشطه انت كتشوف حالتي يا سيدي الله ينصر الملك انت كتشوف هذا الشيء راه وريته للقائد من ديك النهار محجات الزنزله راه شداتني الخلعه راه ما عرفت كاع فاش كنت محجة القائد قال لك خرجي من هنا قال لك لا عمرك تباتي هنا سير عند صاحب عندهاش كان بات راه عمرني عندها مسهل عندهاش كان بات راه عمرني ما بنت في الدار راه ما عندي ولد ما عندي بنت هذا ولد اختي هذا راه ما كان اللي يدخل عليا ولا اللي يخرج عليا راه ما عندي غير الله والله ينصر الملك والدار دروك راه بغات تطيح لي ما عندي لاش نولي ما عندي الولد ما عندي البنت راه ما عندي لاش نولي راه كنت غير انا الراجل مات راه ما عنديش السلام عليكم ورحمه الله الخوت اخواتاتي السلام عليكم معكم محمد عقا من دوار اغرمو في الله حنا بقى فينا غير واحد الحاجه بقى فينا سعاده العامل ما زرناش الاخر سعاده العامل عملت ميسور ما زرناش في الزنزال في شده الزنزال والحاجه الوحيده اللي بقات فينا هو سعاده العامل علاش ما زرناش سعاده القائد جا ماشي اللي ما جاش جا ولكن جابنا جوج خزانات وحده هي وحده راه هي في ذاك التحت وما فيهم لا فراش لا والو الديور كاملين مزعزعين كاملين كاين في الخطر اما الناس كيباتوا غير في الجليده بلا فراش بلا والو بلا حمايه بلا حتى شي حاجه ما كيدخلوش للديور الديور نهائيا الدار اللي مشى حتى شي واحد يطيح ليها اطيح ليه والله يسر وعاش الملك واش هاد الناس دابا هما دول غادي يقعدوا في الجليده بحال دابا هاد السيده وهذا فهاد العمر وهاد السيد فهاد العمر مراد الله يشافيهم ويشوف من حالهم دابا بحال هذا دابا غادي يبات في الجليده حنا نقولوا ماشي مشكل شباب صغار اما هاد الشباب الناس هما هادو غادي يبان لك دابا في الجليده وتقسنا في هاد الزنزاله هي ما زرنا لا عميل لا والو عملت ميدلت زاروا من العمل ديالهم مشى الانمل مشى المهم المناطق اللي تقاسوا كاملين اما حنا ما جابنا مواد غذائيه ما جا زارنا حتى الزونا غير يجي زورنا لا افريشه لا اغطيه لا المهم اي حاجه ما جابها لناش ما زرناش كاع ما شناش كاع لحد الان احنا في خطر وديورنا في خطر ولادنا في خطر حتى شي واحد ما كان اللي زارنا بغينا مساعده العامل كيما دار سعاده العامل ديال عملت ميدالت مشى زارهم في انمل مشى زارهم في اي بلاصه تقاس فيها الزنزال مشى زارهم عطاهم اغطيه عطاهم اي حاجه المهم طلبوها
عطى لهم اي حاجه والله ينصر سيدنا. عاش الملك. خويا السلام عليكم. حنا في دوار بوسلام البارحه سيدي فاش وقعت الزنزال ديك النهار هي فاش وقعت الزنزال ما زرنا حتى شي واحد، ضلينا داك النهار برا حنا وولادنا. النهار الاخر درنا واحد المسيره احتجاجيه، تلقى لنا سعاده القائد ومع شي سلطات اخرين ورجعونا من الطريق وقالوا لنا باش غادي يجيب لنا فين نديروا ولادنا حتى ارسال الزنزال، وفي التالي ما كاين والو. والعامل ديال الاقليم ميد الطرازار ينملوا تهلا فيهم جاب لهم القياطين وهذا، وسعادات القائد عندنا راه تهلا في صحاب عيطوا جاب لهم القياطين وهذا، وبوسلام وعاتي ما كاين حتى حاجه، الوعود كلها كاذبه. والعامل ديال الاقليم عملات ميسور راه ما زارنا ما والو، ما نوض حتى شي واحد اللي غيزورنا. وهذا الشيء اللي طال حنا صابرين، ولادنا راهم باقيين برا وديورنا راهم مهددين بالانهيار وما كاين حتى وحده. السلام عليكم. والله ينصر سيدنا ويعاونوا، وكنطلبوا منه يجي يطلع علينا فاش رحنا العماله ديال ميسور ما جاتناش، العامل ديال ميسور ما خرجش لينا، وكنطلبوا من سيدنا يراعينا. رحنا ما كان غير الله، راه ما عندنا شي ما كيخدموا الرجاله ما كيخدموا العيالات وما عندنا فاش نعيشوا، جي كنطلبوا سيدنا يعاوننا. دوار هذا دوار بوسلام اقليم بولمان عملات ميسور، راه كنطلبوا من سيدنا يطلع علينا، راه العامل ما داها فينا، المخزن ما داها فينا، درنا المسيره ما جاوناش، راه حنا كنطلبوا من سيدنا يطلع علينا. والله ينصروا ويعاونوا، راه كامله الدواوير النواحي ديال بوسلام كامله طلع عليهم، وكامله المخزن عندهم، وكامله جابوا القافلات وجابوا كل شيء عندهم، وعاونوهم وراه كيراقبوهم، وحنا ما كان اللي راعينا غير سيدي ربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.